بص يا صاحبي، انا واحد برشلوني، برشلوني من الناس اللي بيعجبها الاداء والفوز مع بعض، مش اللي بيكيفني قوي ان انا طالع كسبان ومنظر فرقتي زي الزفت جوه الملعب. ما بحبش انا الجو ده خالص. انا برشلونه، انا اتعودت ان انا اقدم كره جميله، حتى لو خسرت بقدم كره جميله، ده اهم حاجه بالنسبه لي. الكلام ده مع فالفيردي كنا بنشوف احيانا لما الفرقه كانت بتبقى قادره كنا بنشوف فيه لمحات بتحصل، انما دلوقتي لا، الموضوع باين قوي، الموضوع باين وش، بس في ناس عايزه تصدق ان لا، الفرقه جايه مستقبلا، اصل احنا مش عارف لما نعمل ايه هيحصل كذا، ومش عارف لما يجي لو طارو ولما يجي نيمار هيحصل كذا. اللي هو انت شايف قدام عينك ان الفرقه بتغرق، وانت شايف قدام عينك ان في رئيس نادي بيستهبل ويطلع مع ماتش فيا ريال يقول لك اصل الفار ومش الفار، والفار بيخدم نادي معين. فار ايه يا ابو فار؟ احنا بنلعب اخر الدوري النهارده ورايحين بكره واحده، احنا بنلعب اخر الدوري النهارده وما شفناش شوطه واحده على المرمى في الشوط الاول. فار يا ابو فار، وانت رامي كل حاجه على عيل لسه عنده 16 سنه زي انسو، وان هو هيشيل الليله جوه الملعب. فار يا ابو فار، وانت عندك مدرب تعبان وضعيف جدا وخواف وما تعرفلوش مين اللي هو اللي بيدير الفرقه، ولا المدرب المساعد بتاعه اللي هو اهم لاعب في الملعب بالفتره اللي فاتت كان ريكي بوج. بسم الله ما شاء الله، ريكي دلوقتي بقى على الدكه في الماتشات اللي مفترض ان ريكي هيكون حل فيها للفرقه. يعني انت بتلعبه اساسي ماتش اتلتيكو مدريد، الماتش هيكون معقرب جدا وبتركنه النهارده ازاي يا ابني؟ طب ماشي، بعصر على الناس ليمونه وبقول ماشي، كيجي 60 لقى الحلول، وكيجي 60 عمل، وكيجي 60 سوى، بس لما بخش جوه انا بقعد اتفرج وبقعد اقول لا، الفرقه في الضياع، الفرقه في الضياع في الضياع. يا جماعه يا جماعه الخير، لما تلعب 4 3 3 او مشتقات 4 3 3 لازم يكون لعيبه خط النص لعيبه قويه بتعرف تربط بين الخطوط. ما ينفعش يكون سيرجيو بوسكيتس، وما ينفعش يكون ايفر راكيتيتش، وما ينفعش يكون سيرجيو روبرتو، اللي هو عارف وسيميدو عارف كويس ان سيرجيو بيلعب شوط نص ملعب، والشوط الثاني هيلعب مكان سيميدو. سيميدو اللي انت منتظر منه ان هو الشوط الاول يكون تنين، وهو عارف ان هو يتغير الشوط الثاني عادي، بس الدنيا بالنسبه لك عادي. ما ايه يا عم، ايه يا عم سيميدو القرف اللي انت بتعمله ده؟ ما انت مش عارف نفسك مكان سيميدو جوه الملعب. هتقول لي طب انت عرفت منين؟ اقول لك الموضوع بيبقى باين قوي. في لعيبه، في مدربين برشلونه بيجوا عليها، وفي لعيبه تانيه ما يقدروش يجوا عليها. كيكي 60 بيجي على دايما على سيميدو، وبيجي على انطوان جريزمان. حتى لو جريزمان كان الشوط الاول ممتاز وكان بيحرك الفرقه، لا انا هغيره، عشان ما ينفعش ان انا اغير سواريز قبل جريزمان. الموضوع صعب، انا اضعف من كده بكتير. والله الواحد بيتعب، الواحد والله العظيم ثلاثة ماتشات برشلونة بقت مرهقة نفسيا ليك أكتر من أي حاجة بتشوفها في يومك. ماتش برشلونة تبقى قاعد طول اليوم برشلونة هيلعب الكورة الحلوة جاية بقى، ميسي هيلعب النهاردة، عايزين نستمتع، عايزين نتفرج على كورة جميلة. الماتش يبدأ كنت عامل حساب كده، انا كنت عامل حساب ان انا هتفرج على ماتش مقرف، كنت عامل حساب ان انا هتفرج على برشلونه ضعيف، اتفرج كنت عامل حساب ان برشلونه هيقدم ماتش سيء، بس انا بكتب نفسي انا عمال لا يا جماعه، الفرقه في خير، الفرقه كويسه، الفرقه مش عارف رايحه، بس انا ماشي في حته والمنطق ماشي في حته. المنطق عمال يقول لي يا مغفل، الفرقه انتهت والفرقه محتاجه حد يكون بيحب النادي بجد، يصرف شويه فلوس على لعيبه جديده ومنتظر ان هم يكون عندهم رؤيه، مش واحد كل همه ان هو يخلص الورق بتاع الماليات علشان خاطر الانتخابات. انتخابات ايه؟ يخرب بيت اهلك، انتخابات اللي هتخشها فريق كره ميت، فريق كره منهار، انتخابات ايه؟ انت عايز تلبس ميسي السنه الجايه كمان، وميسي نفسه بيقول لك ان لازم نعمل مشروع، ومنتظر ان ميسي النهارده يكون ممتاز. طبيعي جدا ان ميسي قبل ماتش فيا ريال يقول لك ان احنا محتاجين مشروع، ومحتاجين نكون كويسين في المستقبل، ومحتاجين نشوف مرحله ما بعد كيكي. تطلع انت بعد مكسب فيا ريال تنسف كل الكلام ده وتقول لا مش مهم، المهم ان احنا الاداره عارفه ان ميسي هيخلص حياته المهنيه في برشلونه، وكيكي 60 احنا مرحلين عليه السنه الجايه، وكمان يعني في امل في كل حاجه، ان برشلونه بيحاول يجيب نيمار، وبنحاول نجيب لوتارو، والفار ده مخصص عشان خاطر نادي معين، والنهارده كمان يكمل الزيطه وبعد الهدف الاول يلعبنا ليه بقى جوه الاستاد والكلام ده، كمان اسبانيول والصراع الكتالوني والكلام ده، اللي هو يا سلام ايه الجو الرخيص بتاع محترم منصور اللي انت بتعمله؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك على بيت الساعه اللي مسكت فيها النادي. الموضوع صعب والله، الموضوع صعب، الموضوع مش جوه الملعب خالص، الموضوع بره الملعب مع ادارك احيانا، والموضوع بره الملعب مع مدرب ميت، والموضوع جوه الملعب ان في شويه فريق محتاج يتغير. غير كده احنا بنشتغل نفسنا، والله احنا بنشتغل نفسنا، مش هنروح لاي حته خالص مع الفرقه دي. احنا لو نابولي كان عندها شويه اراده، اراده اللي رايحه من لعيبه برشلونه بقى لها فتره طويله، علشان خاطر ما فيش مدرب عارف يبث في اللعيبه دي روح حماس، او عارف حتى يديهم دافع. زين الدين زيدان لما مشي من ريال مدريد قال لك صعب ان انا ادي اللعيبه دي دوافع، مع هو راجع مع نفس اللعيبه اه، بس دلوقتي بقى بيدون دوافع وعايز يرجعهم للقمه بعد ما السنه اللي فاتت طالعين ملط. انما كيكي لا،
كيكي مش عارف يدي لنفسه دوافع اساسا ان هو اللي هو يخرب بيت ام ردود افعالك يا عم. ده انا موريسيو بليسيا ممكن يكون اكبر منك في السن وبحس ان هو مجنون عمال يخط يتنطع على الخط في روح وحماس، انما انت لا انت سايب كل حاجه لسرابيا. بس انا عارف العيب مش فيك، العيب اللي جابك لان انت مدرب ما اتخلقتش عشان تكون بطل. عمرك في حياتك ما تصورت ان انت تدرب نادي كبير، انت طول حياتك بتدرب انديه متوسطه الجدول، انديه سيئه هتقدر تخبط. انما فجاه لما قلت تعالى ادرب برشلونه كنت منبهر فشخ، اللي هو يا جماعه والله انا بتاع بهايم مش بتاع برشلونه. بس لما جيت برشلونه حبوا يبلعوك لينا. بس صعب ان احنا نبلعك، انت مدرب كحيان ومدرب ميت ومدرب حتى تغييراتك بتبقى محفوظه قبل ما تعملها. يا راجل صعب، صعب جدا والله. صعب ان انا دافع بعد ما جبت الهدف الاول انا بلعب 10 قدام 10 علشان خاطر لعيبتي بطيئه ومش عارفه تستغل المساحات اللي موجوده داخل الملعب. صعب ان انا بمستني ان المدرب اسبانيول عمال يغير تغييرات هجوميه وكيك 60 عمال يغير تغييرات دفاعيه. صعب جدا. وفي الاخر تقول لي ايه انتوا ضد النادي، انتوا مش عارف انتوا بتقولوا ايه يا جماعه، انسوا بقى الماضي ده، انسوا تشافي ونيستا وعيشوا الحاضر. حاضر ايه اللي عيشه يا ابو حاضر انت؟ حاضر ايه اللي هيبقى فيه ميرلين بيانتش وهيبقى فيه بوسكيتس وهيبقى فيه كمان راكيتش عشان خاطر مش لاقي حته تشتريه وهيبقى فيه كمان فيدال راكيتش؟ واقع يا ابو واقع، البس انت بقى في الواقع ده وخليك ورا الفار اللي بيكسب الريال. بس الريال بيوصل داخل منطقه الجزاء كتير وبياخد ضربات جزاء كتير، انما انت مش عارف توصل منطقه جزاء وبتلعب قدام اسبانيول وبتروح بكره واحده خلصت بقى الماتش. بس برضو صلاتك زي الزفت، عارف انك مش تعمل لايك بس براحتك. انا اساسا مخنوق من الماتش اللي انا اتفرجت عليه.